أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم النسائي لمسات نسائية الذي يعنى بقضايا المرأة موضوع حلقة الليلة المرأة والتعليم لهذه الغاية نستضيف الليلة الأستاذة أمينة أباء حازم نتعرف جميع المشاهدين الأفاضل على ضيفتي تابعوا معي الروبرتاج التالي أمينة بحزم مواليد مدينة طنطان تلقيت تعليم محضري داخل البيت حيث كان والدي رحمه الله أول من تعلمت على يده أبجديات القراءة والكتابة كانت بداية دراستي في الابتدائي بمدينة طنطان منها انتقلنا إلى مدينة السمارة حكمت البكالوريا انتقلت الى مدينه اكادير درست ماده التاريخ والجغرافيا انا من هواه القراءه سنوات دراستي الاعداديه والثانويه طلعت عدد كبير من الكتب خصوصا ميولي للجغرافيا ودراسة الخرائط الى غير ذلك بعد حصولي على الاجازه توفقت في الحصول على منصب في وزاره التربيه الوطنيه، حيث درست سنه في مدينه اسفي، ثم منها انتقلت مده سنتين الى مدينه بوجدور، ثم الى مدينه العيون. انتقالي من اسفي، بوجدور، العيون حقيقه كان له دور كبير جدا في ان اكتسبت تجربه كبيره جدا على مستوى التعامل مع التلاميذ، على مستوى التعامل على المناهج. وعن المقررات ايضا كان لي ايضا دور فني انفتحت على مناطق مختلفه غنات شخصيتي وغنات تجربتي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي طبعا هون التدريس داخل الفصل كانت مرحله ومنها انتقلت الى مرحله الاداره من خلال ولوج مركز المسلك الاداره التربويه حيث درست فيها سنة وحصلت على إطار مدير تربوي في مجموعة مدارس بالنواحي تيزنيت تشيشاو من هالتيزنيت والآن جيت للعيون الحمد لله كإطار داخل الأكاديمية الجهوية أستاذ أمينة بحازم مرحبا بك وسهلا في برنامج لمسات نسائية أهلا بك وأهلا على الاستضافة محب. امينه اللي ندخلوا مباشره في الموضوع كيف شفنا في في حول مسار المراه ومسار في التعليم. اول شيء دورك تعطينا نظره تاريخيه عن علاقه المراه في التعليم. أه الحقيقه ان المجتمع الصحراوي عموما أه رغم بساطته رغم بداوته الا انه كان يعطي اهتمام كبير جدا للتعليم وهون التعليم في الصحراء لا يعتمد فقط على تعليم الذكر دون الأنثى بحيث أن الأنثى هي الأخرى حظيت بالتعليم من خلال تحفيظها القرآن وتحفيظها مبادئ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكل ما له علاقة بالعلوم الشرعية إلى غير ذلك وهون أه من خلال هذا التعليم أه برزت لدينا عدد كبير من العارفات العالمات في الصحراء اللواتي كان لهن دور كبير جدا في نشر العلم والمعرفة وأيضا تنوير النساء مثلهن داخل الفضاء البدوي الصحراوي من خلال هذا التعريف ومن خلال ذا كامل دورك أمينة على أنك تعرفينا وتعرفينا بتجربتك في مجال التعليم ان شاء الله <applause> جزاك الله خيرا بالنسبه لي انا كاطار تربوي داخل منظومه التربيه الوطنيه حقيقه مارست مهنة التعليم وهون مهنة التعليم هي من أنبل وأشرف المهن بالإطلاق بحيث أن من يحمل رسالة ويحمل مبادئ يستطيع أن يمررها إلى الطلبة من إضافة إلى المعرفة وإضافة إلى العلوم من خلال تجربتي داخل القسم ومن خلال تجربتي في فضاء الحياة المدرسية من خلال الأندية التربوية التي كنت أمارس فيها حاولت أني أمرر مجموعة من القيم مجموعة من المعارف مجموعة من المبادئ للطلبة وبالخصوص للإناث منهم بحيث أن التغيرات الحضارية التي أصبحنا نعيشها والتي أصبحت تفرض نفسها وتفرض هذا الطابع المتجدد للتطور اصبحنا نفقد مجموعه من القيم الى غير ذلك هنا حاولت انا كمربيه او كاستاذه كم داخل المؤسسه وداخل فضاء المؤسسه ان نبحث مع تلاميذي كيفيه سبل اننا نطور في نفس الوقت اننا نحافظ على هويتنا الثقافيه ونحاول على ارثنا الثقافي الى غير ذلك طبعا هون تجربتي في مجال ايضا الانديه كان له دور جدا كبير ان يقربني من تلاميذ والحمد لله بتعت معاهم والحمد لله أعطينا وصلنا معاهم لمراحل متطورة لدرجة إني أن أسعد كثيرا عندما أجد أحد طلبتي أصبح طبيبا أو أصبح مهندسا أو أصبح الحمد لله وجدته على أرض الواقع حقيقة هذا يثلج الصدر التجربة داخل القسم أيضا أعطتني إضافة نوعية للشخصي غير أيضا كان عندي طموح إني أيضا وجرب ايضا العمل الاداري هون دخلت سلك الاداره التربويه تكونت فيه الحمد لله تخرجت كمديره لأن الحمد لله مارست الاداره التربويه واستفدت منها بشكل كبير جدا الان اشتغل في اكاديميه العيون ساقيه الحمراء وهذا ايضا زاد من تجربتي واغناها اكثر من خلال تجويد العمل الاداري بشكل اكبر الحمد لله نعم رؤيتك المسار الفتاة بالاقاليم الجنوبيه مسارها الدراسي هون بالنسبه للفتيات عندنا طموح <applause> كبير جدا للمعرفه والدراسه والبحث العلمي الى غير ذلك وهذا ايضا لاحظناه خلال القسم ان كان عندنا نسبه المتفوقات من الفتيات اكبر من نسبه الفتيان للاسف وهو للاسف بالنسبه للذكور لأننا نريد ايضا ان يكون هناك نوع من التعادل في, نسبه التفوق الدراسي اللي نتمناه للجميع ولكن على ارض الواقع نلاحظ ان الفتيات اكثر قدره على التفوق الدراسي وهذا يعطيهم ايضا انهم في المستقبل اللي يعود عندنا نساء اكثر نجاح ان شاء الله وطبعا هذا بدور الاسره وبدور الحمد لله المدرسين والمدرسات اللي نشكرهم. نعم هناك فرق كيف هل تلاحظي مثلا كان هناك فرق بين تشجيع العائلات في اللي سبق على, على ولوج الفتاة المسار الجامعي كيف نعرفه لأنه على منطق البعد و هنا هون فقط الاشاره انا من الامور التي تحز في نفسي ان عدد من فتياتنا اللي ما لم يلجن المدارس او ولجنا المدارس وانقطعن في سن مبكره، الحقيقه من الامور التي تؤثر فيها نفسيا تحز في نفسي بشكل كبير جدا، والاسباب اجتماعيه كثيره ان في سننا احنا ما حدنا نقرا والحمد لله ان اسرتي الحمد لله ما كانت من هاي الاسر اللي حرمت ابنائها من او بناتها من ولوج المدرسه او حرمتهم من استمرار في الدراسه هذا اولا هذا عامل اجتماعي كان، يعني الحمد لله تطور تغير خصوصا مع الحمد تطور المجال المعرفي والوعي لدى الاسر وايضا قرب المؤسسات الجامعيه من المناطق الجنوبيه، لان احنا من لحقنا الجامعات كان المؤسسه الجامعيه اقرب مؤسسه هي قدير الحمد الان موجوده في العيون عندنا نوات عندنا في السمارة عندنا في قليميم وهذا الحمد لله يساهم في ان الفتيات يلجوا التعليم الجامعي العالي والحمد لله يكملوا دراستهم بشكل ايسر ونتمنى لهم التوفيق جميعا نتمنى فعلا زين ذا <applause> كامل ونتمنى على انه يكون مسار جميع الفتيات والشابات اللي هو مسار علمي حافل وناجح إن شاء الله من خلال البورتاج اللي اللي شفنا في البدايه دورك تحدثينا الأبحاث عن هذا الاهتمام بالدراسات والابحاث العلميه. هون بالنسبه لي انا شخصيا من خارطه في مجال المجال العمل الجمعوي في اطار الجمعيات المجتمع المدني نظرا لما لها من اهميه في تطوير المجتمع والبحث عن حلول لبعض الاشكالات. مركز تينيقي للابحاث والدراسات والابحاث العلميه هو مركز حديث النشأة وهو فرع بالنسبة لفرع العيون هو فرع اللي المركز الرئيسي بقليميم وهدف منه هو الرقي بمدى التفكير والبحث العلمي والانفتاح على مستوى المعرفة داخل الفضاء المنطقة شنو معنى اخترنا احنا هذا الاسم لدلالته التاريخيه لان مدينه تينيغي كما هو معروف على مستوى الكتابات التاريخيه وتاريخيا هي مدينه عريقه معروفه بالعلم وبالمعرفه انتجت عدد كبير من العلماء عندها دور كبير جدا في التطوير او تطور العلوم من القرن السادس للهجره المدينة الى المدينة مالي. هي مدينه في او منطقه في جنوب موريتانيا <applause> في جريدة من جنوب موريتانيا وتعرف بالعلوم لدرجة أنه حسب الكتابات التاريخية أنها كانت تضاهي الأزهر بمصر وكان يوجد فيها حسب الكتابات التاريخية أكثر من 300 جارية حافظة للموطأ للموطأ وهذا يدل على أن الجواري متعلمات فما بالك, بالك بالسيدات فما بالك بالرجال فما بالك بعلية القوم من العلماء وبالتالي كانت منبر هون اختيار هذا الاسم لدلالته التاريخيه لان هذا المركز يريد ان يكون له اشعاع ثقافي علمي حقيقي داخل المنطقه خاصه ان عدد كبير من الجمعيات لها اهداف اجتماعيه لها اهداف مختلفه ولكن على مستوى تطوير الفكر على مستوى عالي جدا من المعرفه خاصه ان مؤسسي هذا المركز هم من متخصصين في مجال الابحاث العلميه لأن في بعض الاحيان لاحظنا نحن كمثقفين ان عندما يكون هناك ملتقيات دوليه يتم تسويق الثقافه الحسانيه على انها فقط غناء إلى غير ذلك من الامور التي لا تظهر الحقيقه الصلب الحقيقه المعرفيه للصحراء، في حين ان الصحراء فيها ثقافه فيها معرفه فيها تقاليد عريقه جدا فيها قيم يجب ان نبرزها للاخر وبالتالي هذا من بين الاهداف التي يطمح لها المركز طبعا اضافه الى اهداف عديده وكثير زين حتى استاذتي وهذا شيء مهم ولا شيء يصنت الورقاج ويهتم به لكن لا شك على انه استاذتنا استثمرت تجربتها في التعليم وتجربتك في كاطار وهذا كامل استثمرتيها داخل المركز اكيد هون بالنسبه لي ل... ل... انا كشخص داخل المركز انا اصلا من صغري احب القراءه واحب المطالعه واحب المشاركه في الندوات والاستماع للمحاضرات الى غير ذلك وبالتالي هذا سيغني رصيدي انا كشخص منخرط اضافه ايضا الى ان من بين الامور التي ابحث عنها داخل المركز وهو تطوير زادي المعرفي في مجال مجالات مختلفه غير مجال تخصصي اللي تعطيني اللي تعطيني وقت شوي من عند اهتمامك نرجع لها النقطه بالضبط منين نرجعوا من فقره شهادات واراء امينه ابا حازم هذه الاستاذه الفاضله التي تميزت وعرفناها منذ زمن بعيد عرفناها بالجدية والنشاط والحيوية ولمسنا هذا الأمر من خلال مشاركتها الفعالة كعضو فاعل في مركز تينيجي لدراسة الأبحاث الصحراء إذ أبلت البلاء الحسن وساهمت من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها والتي تميزت بالجودة وتلقى استحسان الجميع سواء المشاركين من خلال إدارتها لهذه الأنشطة كما انها عرفناها في القسم كاستاذه مجده ونشيطه وعرفناها كذلك كمسؤوله وكاداريه فتبارك الله كانت خير اخت وتميزت بالعطاء والتميز وهذا تبارك الله دائما ما شهدنا به وما نعرفه في هذه الاخت امينه ابا حازم. امينه هي اضافه نوعيه لهذا المركز حقيقه تعطي لمسات للمركز من باب الجمال ومن باب البصمة النسائية التي ترفع بالعمل إلى أعلى مراتبه. مؤخراً قامت بتوجيهات رشيدة فيما يتعلق بندوة ظاهرة البلوح في مجتمع البيضان أو في ثقافة البيضان. وقد استطاعت بحنكه اداره تلك الندوه لا من حيث الاتفاق مع المتدخلين ولا من حيث ايضا تسيير الندوه فهي تتميز بذكاء اجتماعي يعني خارق وكذلك بذكاء عاطفي نسال الله عز وجل ان يوفقها في مسيرتها. نرحب بك مره ثانيه ونفتخر بك تبارك الله الشهادات وأراء الزملاء والمهتمين في المجال الثقافي نرجعوا نسترسلوا ونكملوا كيف قلنا اهتماماتك واستثمار تجربتك المعرفية في التعليم في مركز تينيكي هون بالنسبة للاهتمامات حقيقةً حاولنا نوظفوها بشكل اكثر ايجابيه داخل المركز من خلال كل شخص داخل المركز انه يعطي افكار اللي لا تغني تجربه المركز بالنسبه لي انا كشخص دارس للتاريخ ودارس للجغرافيا نحاول اني نستثمر هذه التجربه والمعرفه اللي عندي في تطوير المركز والبحث عن المفكرين اللي نقدوا نتواصلوا معاهم ويساهموا بشكل ايجابي اضافه ايضا الى اننا نبحث عن طاقات شابه مفكره مبدعه انها ايضا تثن تبين انتاجاتها الفكريه وانها تبين افكارها داخل المركز وهذه من هون هذا الدعوه من هذا المنبر لكل الشباب اللي عنده فكر او مبدع انه يتواصل معنا ان شاء الله احنا رهن الاشاره أمينة دورك تقولي بماذا يتميز مركز تيني على المراكز الأخرى؟ أنه ماذا اسمه منقوط واسمه مميز وعنده دلالات مميزه لا لانه كذلك يعود هو يميز الشيء على المراكز الاخرى نتمنى أن نعود عندنا بصمة داخل المجال على مستوى المعرفة على مستوى الأبحاث وعلى مستوى الدراسات لأننا نطمح أن نجود العمل المعرفي نجود العمل الثقافي داخل المنطقة وأن نعطي صورة مشرفة للفكر ولثقافة الصحراء بصفة عامة بكل مجالاتها بكل تخصصاتها أيضا أننا نطمح إلى أننا نخلق مركز للدراسات والابحاث حقيقي بمعنى اننا نكون مرجع للابحاث والدراسات داخل الصحراء كل المعارف كل العلوم توجد داخل هذا المركز وطبعا احنا كبداية بدايه مزلنا نضع اللبنات الاساسيه لهذا المركز ونتمنى ان مستقبلا نكون عند الرهان اللي وضعناه عند البدايه اننا نقدر نحقه ونحقه اكثر منه ان شاء الله اهم انجازات مركز سيني؟ مركز تينيكي كيف قلت لك عنه حديث الولادة إلا أنه رغم ذلك قام بتنظيم ندوة دولية حول تاريخ التمدن في الصحراء اللي كان في شهر دجنبر وحضرته شخصيات بارزة من المغرب من مناطق مختلفة من المغرب جامعات أساتذة جامعيين ودكاترة أيضا حضروا شخصيات دكاترة جامعيون من موريتانيا من مالي من الجزائر أغنوا هاتي هي الـ 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 الندوة إضافة أيضا إلى ندوة ندوات أخرى أه، تمت أيضا تنفيذها خلال فبراير وخلال أبريل الماضي كلها كان لها وزن كبير جدا على مستوى المواضيع حيث تم التطرق إلى مواضيع التصوف إلى يعني أن هنا نحاول ما أمكن أن ننوع في المواضيع التي نقوم بها أيضا لدينا اكتتاب لندوة ستكون في نهاية السنة 2019 إن شاء الله سنضع لها عنوانها في الوقت المناسب سيتم وضعها عبر اجهزه التكنولوجيا الحديثه سواء على الفيسبوك او تويتر او على الجرائد الالكترونيه الى غير ذلك يكتب المشاركون ثم سيتم تنظيمها الله, الله يوفقكم ان شاء الله ونتمنى ونتمنى نتمنى وعن ذا كامل ان شاء الله إن شاء على انه يكون الخراطه الشابات والخيرات الشباب في هذا العمل إن شاء الله. العلمي إن شاء الله. لكن دائما يكون اي انجاز او ما خالق نجاح ما خالق شيء ما عنده اكراهات اكيد, أكيد. شنو هي اهم الاكراهات اللي كتعانوا منها في هذا المسار العلمي طبعا هو اي اي عمل بدأ له من اكراهات تواجهه بالنسبه لمركز التينيقي. هون كبدايه من البحث عن الكتب القيمه وعن المراجع عفوا عن الكتب المصادر لاننا نبحث عن الجوده وبالتالي هون هذا يخلق لنا اشكال ايضا الندوات لكي تكون ندوه في المستوى المطلوب وندوه تستقطب اكبر عدد من الحضور تستقطب ايضا اكبر عدد من من الدكاتره والاساتذه المشاركون لابد ايضا ان يتم اختيار الموضوع بشكل جيد وهذا ايضا يطرح اكراه ايضا مشكل اخر او اكراه اخر وهو كيفية اختيار الشخصيات التي ستشارك في هذه الندوات وهذه اللقاءات أيضا يطرح إشكال إضافة أيضا إلى أشكالات الأخرى التي تواجه باقي المراكز والجمعيات التي تعمل في الميدان لا داعي لذكرها من مشاكل عادية من خلال, إلى غير ذلك. من خلال هذه الإكرهات كامل ومن خلال هذا العمل كذلك الجبار اللي سقموا به رسالة توجهها الأستاذة أمينة أبا حازم، لكل الشابات الباحثات اللي عندهم كذلك طموح ومازالوا ما عارفات طرق أو سبل الوصول إلى النجاح. هون أول شيء نقول لأي شابة أو أي إنسان وهو أن يحدد الهدف. لأن أي شخص ليس لديه هدف لن يستطيع تحقيقه، وبالتالي يضع خطة لتحقيق هذا الهدف ويبدأ من الخطوة الأولى لأنها هي الأصعب، ثم من الخطوة الأولى سيبدأ في مشواره كيفما كان هذا المشوار، فعلى مستوى المعرفة والعلم دائما هي غذاء للروح وبالتالي لا يمكن للشخص أن يستهين بهذا أو أن يلغيه من حياته لأن المعرفة غذاء للروح وبالتالي لا ترتبط بعمر، لا ترتبط بجنس، وبالتالي دائما. البحث وتطوير الفكر وتطوير العقل والمعرفه الى غير ذلك لها دور كبير جدا في تطوير الانسان كلما زاد علمه زاد نضجه والله استاذتي منين نسولوك على المراه الصحراويه في المجال العلمي اكيد المراه الصحراويه هي ايضا رغم قلتها قليل جدا النساء في مجال الكتابة مجال الإنتاج ولكن رغم ذلك لدينا لدينا ونفتخر بهن وفي السنوات الأخيرة أيضا برز لدينا عدد من المفكرات الشابات الحمد لله اللي نتمنى لهم التوفيق والتيسير ساتي لينتقلوا الفقرة الأخيرة اللي هي فقرة المطبخ الصحراوي ومميزاته هون بالنسبة للمطبخ عنده ارتباط دائما بالمرأة دائما المرأة عندها ارتباط بالمطبخ والركن الأفضل داخل البيت هو المطبخ وطبعا هون بالنسبة للمطبخ الصحراوي هو مطبخ غني رغم بساطته إلا أنه غني من حيث أنه كان ملائم لبيئة الصحراء وعنده قدره انه ينمي الجسم انسان صحراوي بحيث ان كيف تعرفي ويعرف الجميع ان الانسان الصحراوي في القديم رغم بساطه غذائه الا انه كان يتمتع بصحه جيده. جي يعني لا يعاني من الامراض لا, لا يعاني من تسوس، لا يعاني من قله بصر، لا يعاني من سكري، لا يعاني من مجموعه من الامراض التي اصبحنا نعانيها، رغم اننا الان نحاول ان نبحث في, في تاريخ لـ 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 تغذيه الانسان نعم. الصحراوي نجد انها بسيطه جدا ولكن رغم بساطتها فهي متكامله من الناحيه الغذائيه من ناحيه مكوناتها يعني كل ما يحتاجه الجسم متواجد في هذه التغذيه رغم بساطتها وبالتالي هون المطبخ الصحراوي هو مطبخ الى حد الان نحاول اننا رغم ان نفتحنا الحمد لله على المطبخ العالمي اصبحنا نطبخ باصناف مختلفه اصبحت تدخل مجموعه من الانواع الاصناف المطبخ الصحراوي لان نحاول انا شخصيا ان دائما معتمد على بعض الاصناف القديمه لانها تعطي تكمله لتغذيه الجسم خصوصا ان الشباب الصغير الاطفال الصغار دائما يعانوا من هذا المشكل ديال الانيميا والمشكل اهتمامهم بالاكلات السريعه اللي ما هي مفيده نحاول مره مره ندخل لهم بعض الاغذيه التقليديه مثلاً. في المطبخ مثلا حسب بولغمان حسب دقيق المقلي مثلا بولغمان كيف تاكل سواء لأنهم تلك الصغار مازالوا من صغيرين يزعموا يقارنين فوتين يكبروا غش راسهم الغش. من ضمن المطبخ الصحراوي الاطباق الطبق المميز عند. عندي اه 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 عندك شي المرجان مونك اه اه عندي وماللي مارو مارو يقولوا له عندك ملي اطباق. زين استاذتي اه اه الحقيقه الحديث معك جد شيق. وأتحفت هنا هذا المساء في برنامج لمسات نسائية شكرك على تلبية الدعوة باسمي وباسم طاقم البرنامج شكرا جزيلا لكم ولي الشرف أني نحظى بهذه المقابلة معك صديقتي فتيحة شكرا جزيلا أما أنتم مشاهدي الكرام إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته